السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة. مثلت حلقات برنامج الشريعة والحياة التي قدمتها بين شهري يوليو عام 1997 ويناير عام 1999 علامة فارقة في تاريخ تقديم البرامج الدينية على الفضائيات. فقد تجاوزنا الموضوعات التقليدية التي يتناولها الناس، وأصبحنا نتعمق فيما يتعلق بالحياة من الموضوعات والاهتمامات، مما جذب شريحة واسعة من الناس لمتابعة البرنامج من كل الأعراق والأديان والأفكار. ولا أنسى أحد الإخوة المسيحيين حينما التقى بي في أحد المطارات وقال لي: أنا أنتظر يوم الأحد كل أسبوع، لا لأذهب إلى الكنيسة، ولكن من أجل أن أتابع برنامج الشريعة والحياة. وقد انتقيت لكم عدداً من أهم الموضوعات والحلقات التي قدمتها في تلك الفترة، والتي لا تنقضي مع الوقت، حيث أن الناس بحاجة دائمة إلى مشاهدتها والاستفادة مما جاء فيها. أكثر الناس تيسيراً في أمور الفتوى وفي أمور الدعوة وفي أمور الحياة والمعاملات هم الصحابة. لذلك نحن حينما نرجع إلى العصر الأول، حينما نرجع بالإسلام إلى أصالته وإلى فطرته الأصلية، معناها نرجع إلى التيسير وإلى الاعتدال وإلى المرونة وإلى القابلية للتطور، وهذا لا يخيفنا أبدا. أرجو منكم أن تقوموا بتفعيل الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس والإعجاب حتى تصلكم الحلقات بشكل دائم غير منقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة، حيث نتناول أحد الموضوعات الهامة والحساسة التي تواجه المسلمين في الغرب، وهي قضية التحديات والمشكلات التي تواجه الأسرة المسلمة هناك، وذلك من خلال حوارنا مع فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الذي نرحب به. ولكن قبل أن نبدأ حوارنا، لنتعرف على أهم تلك المشكلات من خلال ثلاث مداخلات على الهواء مباشرة. الأولى من العاصمة الأمريكية واشنطن مع الدكتورة إلهام الطالب الباحثة والكاتبة المتخصصة في هذا المجال، والثانية من العاصمة الإسبانية مدريد مع الكاتبة والصحفية نوال السباعي، أما الثالثة فمن العاصمة الفرنسية باريس مع السيدة نورة جابلا رئيسة الرابطة الفرنسية للمرأة المسلمة. ولنبدأ بمداخلتنا الأولى مع الدكتورة إلهام الطالب. دكتورة إلهام معنا؟ نعم معك. دكتورة إلهام، من خلال معايشتك لمشكلات الأسرة المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن توجزي لنا في دقيقتين أهم تلك المشكلات التي تتعرض لها الأسرة المسلمة هناك؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كوني سكنت في أمريكا حوالي 30 سنة الآن، وعشنا كعائلة لنا 3 أطفال أيضا، أتصور أنه ابتداء وأساس المشاكل أن الجالية المسلمة نفسها قاصرة عن الفهم السليم للإسلام والتراث الإسلامي، وكذلك في هناك نقص كبير عندنا لفهم الحضارة الغربية والنظرة الناقدة العادلة لهذه الحضارة. ومشكلتنا الأساسية أيضا أنه نحن نخلط بين العادات والتقاليد التي تربينا عليها في بلادنا الإسلامية، ونخلطها مع تعاليم الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي، فنتيجة هذا كله نكون من ناحية مبهورين بالغرب لمجازاتهم العلمية والتقنية، وبنفس الوقت أيضا نكون مهزومين داخليا، نشعر أننا نحن أقلية ضعيفة بين جمهور ضخم
من العلم والعلماء البارعين وناسين أن أصل ديننا هو العلم والتعلم والتطور. ومن تجربتي أيضا يا أخي أنه بالعمل مع الجاليات المسلمة أرى أن المسلم يشعر أنه مقهور ضعيف ولا يستطيع أن يتعامل بالإسلام كما يجب عليه. دكتور ما هي دكتورة لو سمحتي، هل يمكن أن تضربي لي مثالا واحدا بين الجزئية الأولى التي ذكرتيها وهي الخلط بين العادات والتقاليد مع تعاليم الدين بالنسبة للذين يعيشون هناك؟ بسرعة لو سمحتي شاهد واحد فقط. شاهد أنه نحن نخلط بين الاختلاط، مثلا نسميه الاختلاط. في بلادنا قسم من البلدان الإسلامية يعزلوا المرأة عن الرجل عزل كامل، وهذه كعادة وتقاليد، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمعهم كلهم ويتكلم معهم كلهم في نفس الوقت ويصلون في نفس المكان وفي نفس الوقت. لكن في شيء من العزلة أيضا، العزلة الكبيرة بين الرجل والمرأة أصبحت قضية لا تطاق هنا في الغرب، لأنه نحن هنا في الغرب نحتاج إلى أن نتعلم ماذا من المجتمع كرجل أو كامرأة. نحن مسؤولين هنا كرجال ونساء في نفس الوقت وفي نفس المستوى عن نشر ديننا وفهم ديننا وفهم الحياة الاجتماعية. إذن قضية الاختلاط من القضايا الأساسية التي سنعرضها على فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في هذا المجال. قضية أخرى دكتورة؟ القضية الأخرى أنه نحن نأتي ونعامل أولادنا ونربي أولادنا حسب ما نحن تعلمنا عليه، على العادات والتقاليد التي تربينا عليها، بينما هو ديننا الإسلامي والذي يقوله عمر بن الخطاب أنه الوقت الذي تربينا فيه هو غير الوقت الذي أولادنا يتربوا فيه والمجتمع الذي يتربوا فيه. فيجب علينا أن لا نخلط بين هذين الاثنين في تربية أولادنا، وهذه حقيقة نقطة جدا جدا قوية في محنتنا الآن ومشاكلنا بالنسبة لتربية أولادنا في الغرب. نعم، نقطة أخرى دكتورة؟ النقطة الأخرى هي من مشاكلنا أنه طبعا فقدنا الترابط العائلي في الغرب، وفقدنا الامتداد العائلي، وفقدنا صلة الرحم اللي هي نعرفها، يعني مع العائلة في العالم الإسلامي تقصدي ولا حتى داخل المجتمع الغربي نفسه؟ داخل المجتمع الغربي، لأنه هنا المجتمع الغربي مجتمع متحرك تماما، العائلة لا تبقى في مكان أكثر من 5 سنوات، فيصبح انتشار كبير بالعائلة في عدة مكانات بدل أن يكونوا كلهم مع بعض ويفكروا مع بعض ومشاكلهم مع بعض، فأصبحت العائلة وحدانية، كلها مشاكلهم لازم يحلوها بنفسهم وليس مع المجموعة اللي هم فيها. عفوا دكتورة، مشكلة كبيرة. أعطيك المجال لآخر مداخلة لو سمحتي الأخيرة. المشكلة الأخيرة أيضا وليست آخرة، طبعا المشاكل كثيرة جدا طبعا جداً، عفوا للمجال فقط للوقت يعني. فقدان اللغة العربية يا أخي بالنسبة لأطفالنا، نحن نأتي للغرب ونتصور أنه اللغة الإنجليزية، خايفين أنه أطفالنا ما يقدروا يتعاملوا مع الغرب لأن لغتهم الإنجليزية ضعيفة، فيبدأ الأب والأم يحاولوا يعلموا أولادهم اللغة الإنجليزية. نعم. ويفقدوا اللغة العربية اللي هي أساس الحقيقة، أساس تعلم الدين الإسلامي والتعامل بالدين الإسلامي. فهذه أيضا نقطة مهمة عندنا جدا، نشعر بالخطأ الكبير اللي لاقيناه هنا في الغرب. ويعني الآن في محاولات أنه نرجع اللغة، بس طبعا تعرف اللغة العربية لازم من الطفولة يتعلموها. بالنسبة شكرا للدكتورة إلهام الطالب، الكاتبة والباحثة المتخصصة في شؤون الأسرة الإسلامية من العاصمة الأمريكية واشنطن، ومعي من باريس السيدة نورة جبلة رئيسة رابطة المرأة الفرنسية المسلمة. سيدة نورة معنا؟ نعم معكم أخي. أود لو سمحت لو توجزي لنا في نقاط أساسية أهم المشكلات التي تواجهها الأسرة المسلمة من خلال ترأسك لأكبر أو للجمعية الأولى المسؤولة عن مشكلات المرأة المسلمة في فرنسا، تفضلي. نعم
نعم، نحن نعتقد أن الأسرة المسلمة هي جزء من المجتمع تتأثر بمشكلاته المتعددة كالتفكك الأسري ومشاكل الطلاق وحضانة الأطفال وجنوح الأحداث والبطاء إلى غير ذلك. نعم. إضافة إلى ذلك القلق النفسي الذي تعيشه الأسرة، فالأسرة تعيش قلق نفسي نظرا لكونها تعتبر أجنبية. المسلمون ولو هم يعني كانوا متجنسين أو مقيمين إقامة دائمة فدائما يعتبرون كأجانب. أما المشاكل فأنا أريد أن أقسمها إلى مشاكل داخلية وخارجية. أهم المشاكل الداخلية؟ يعني على مستوى المشاكل الداخلية أنا أقول أن الأسرة تتحمل مسؤوليتها في تكوين البيت المسلم السعيد بوعيها بأهمية التربية لتقي نفسها من المخاطر الخارجية. نعم. لأن البناء الداخلي إذا كان قويا كان صعبا على القوى الخارجية تحطيمه. ثانيا للأسف كثيرا ما تحدث يعني مشاكل داخلية والمسلمون مسؤولون عنها شخصيا، فكالصراعات بين الأزواج مثلا باختلاف الأمزجة بسبب اختلاف الأمزجة أو لسوء فهم معنى القوامة من طرف الزوج وخاصة في الغرب. نعم. ومعنى الطاعة من طرف الزوجة المتأثرة غالبا بالثقافة الغربية. دكتورة عفوا بإيجاز اذكري لي أهم المشكلة بإيجاز، لأن لو نتفرع في هذه القضايا سنأخذ وقتا طويلا. يعني الآن المشكلة الأولى هي مشكلة داخلية بما فيما يتعلق بداخل الأسرة نفسها. ثانيا أنه هناك مشكلة أخرى هي تتعلق بأمر الزواج الشرعي بما يسمى الزواج الشرعي، هنا منتشر عندنا في الغرب، وهو زواج يتم بين الرجل والمرأة في مسجد أو مركز إسلامي دون أن يسجل بصفة رسمية قانونية، وعند حصول أي مشكلات أو خلافات بين الزوجين فإن عقد الزواج ينفرط، وكثيرا ما تضيع حقوق المرأة. نعم. ففي الأمر هذا أريد أن أسأل الدكتور أو أن الشيخ القرضاوي أن يفتي لنا بمش عارف فتوى أو يعطينا حل لهذه المشكلة. نعم نعم. فتوى شرعية واضحة تؤكد على ضرورة تسجيل عقود الزواج حتى تبنى الأسرة منذ بدايتها على أساس متين. ثالثا يعني من المشاكل الخارجية ربما هي أن سلطة الأولياء قد حددت وأحيانا تنعدم ما إذا حاول الولي إجبار ابنه أو بنته على أمر ما أو على أخلاق معينة. نعم. وخصوصا إذا استعمل هذا الولي العنف مع الابن أو البنت، وفي هذه الحالة عندنا نحن في فرنسا مثلا يسحب الطفل أو المراهق وهي الفترة الأكثر حساسية ويوضع في مؤسسات حكومية حيث يخضع هذا الطفل لنوع آخر من التوجيه لا ينسجم دائما مع قواعد التربية الإسلامية. والسؤال الذي يطرح هنا أيضا هو هل على الآباء في هذه الحالة التغاضي عن بعض الأخطاء حتى يضمن بقاء الابن وتوجيهه في البيت عنده فهو الأقل ضررا، أو هل يأخذ موقف من مثلا طرده من البيت أو ماذا يفعل؟ أختي نورة أعطيك السؤال الأخير للدكتور قرضاوي تفضلي. يعني من المشاكل أيضا أن الأبناء يعيشون تناقضا بين ما يحصلون عليه من تربية إسلامية في الأسرة، وخصوصا هنا أريد أن أشير إلى أن بعض الأسر تتشدد في الدين في غير محله مع رفض أي تأقلم في حدود الشرع طبعا. نعم. يعني ما تعترف بالحضارة الغربية أو الواقع الذي تعيش فيه، يعني الطفل يبقى بين التربية الشديدة في البيت وبين المجتمع الإباحي الذي يدعو للتفسخ والذوبان. شكرا للسيدة نورة جبالله رئيسة أختي نورة، شكرا لك على هذه المداخلة. معنا نوال السباعي من مدريد. نوال. أيوة. نوال، صدر لك أكثر من كتاب فيما يتعلق بمشكلات المرأة المسلمة في الغرب، هل يمكن أن تجيزي لنا في أربع نقاط فقط أهم أربع مشكلات يمكن أن تواجه الأسرة المسلمة في هذا المجال؟ نعم. الواقع يمكن حصر جميع مشكلات الأسرة المسلمة في ديار الغرب في ثلاث زمر رئيسية. أولا المشكلة الإنسانية الذاتية الخاصة بطبيعة تربية الإنسان في بلادنا. المهاجرون حملوا معهم جميع الأمراض الاجتماعية والنفسية التي تفتك بالإنسان في بلادنا، وانعكس هذا الواقع على تربية الأبناء. القليل جدا من المسلمين استطاعوا الاستفادة من بعض القيم التربوية الاجتماعية والفكرية في أوروبا. نعم. لأن طبيعة الخوف غير الواعي من الذوبان في المجتمع جعل بيننا وبين هذا المجتمع حجاب منيع تنعدم فيه جميع معادلات التفاعل أو التبادل الفردي، وخاصة أؤكد في مجال المرأة المسلمة المناطة بها عملية التربية في الواقع بشكل رئيسي في ديار الغرب، لأن الوالد مشغول دائما خارج المنزل والأم هي التي تتولى التربية. نعم. وبالتالي انتشر الشعور بالضعف
بالنقص، بالتقوقع، بالعجز عن الفعل، وقبل ذلك وبعده فقر التجربة الاجتماعية لدى الأبناء وقصور الوعي الاجتماعي العام. الجانب الثاني. الزمرة الثانية. نعم. الزمرة الثانية لدي فقط ثلاث نقاط. الزمرة الثانية هي تتعلق بالمؤسسات العاملة في هذه البلاد، تستوي في ذلك الرسمية والخاصة، تلك التي تتمتع بهوية إسلامية والغير إسلامية. أصبحت هذه المؤسسات عاجزة تماما عن الارتقاء إلى مستوى أولا حاجة، وثانيا مشكلات المسلمين في أوروبا، هذا إن لم تصبح في بعض الأحيان عبء على التجمعات الإسلامية، ولن نفصل في هذه القضية الآن. الثالثة. الزمرة الثالثة. نعم. الزمرة الثالثة تتعلق بطبيعة وجود الأبناء في هذا المجتمع، وأذكر منها باختصار شديد جدا: أولا رفض المجتمع الغربي الشديد جدا أيضا لهؤلاء الأبناء حتى لو كانوا مندمجين فيه بدرجة أو بأخرى. ثانيا تميع الهوية والانتماء الناتجين عن هذا الرفض. نعم. فالأولاد محصورون بين حضارتين، بين بلدين ولغتين ومجتمعين، وهناك مستشري بين جميع أبناء الجيل الثاني والثالث الشعور العميق بأنهم لا ينتمون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثالثا لدينا الجهل المطبق بالبلد الأصل مع توفر الحب والحنين الموروثين من الوالدين بصورة طبيعية، وجهل عميق بتاريخ حاضر العالم الإسلامي. نعم. مما يؤدي إلى هذا الانفصام الخطير في أبنائنا بين الشعور بالواقع والشعور والوعي بالمستقبل. وكذلك نوال السباعي الكاتبة والصحفية المقيمة في مدريد، شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة. فضيلة الدكتور، انتقلنا بشكل واقعي إلى ثلاث مناطق من العالم الغربي، من الولايات المتحدة ومن فرنسا ومن إسبانيا، وعرفنا من بعض المطلعات أو المهتمات بأمر مشكلات المرأة الأسرة المسلمة على بعض الجوانب الأساسية. النقطة الأساسية التي أثارتها ولتكن مدخلا لنا ما أثارتها الدكتورة إلهام الطالب حول قضية الاختلاط وحدودها بالنسبة لطبيعة ما هو موجود في العالم الإسلامي وطبيعة ما هو موجود في العالم الغربي بالنسبة للاختلاط، وحدود ذلك في الوقت الذي يدعو فيه بعض المقيمين في الغرب إلى أن يكون هناك اختلاط بين الأسر المسلمة بشكل من الالتزام، لكن يتيح للأسر المسلمة الاختلاط بشكل متداخل غير الصورة الموجودة في العالم الإسلامي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فكلمة الاختلاط كلمة دخيلة على القاموس الإسلامي. نعم. يعني لم يعرف المسلمون هذه الكلمة في العلاقة بين الرجل والمرأة. نعم. وأحيانا الكلمات يكون لها إيحاءات. نعم. فلو قيل اللقاء بين الرجل والمرأة أو نحو ذلك، يعني إنما كلمة الاختلاط أصل عملية الخلط كده، يعني نعم. معناها أنه ذاب هذا الشيء في ذاك الشيء، فلذلك ينفر المسلم من كلمة الاختلاط. إنما قضية أن يلتقي الرجل والمرأة في مناسبات عديدة هذا أمر شرعه الإسلام. نعم. شرع اللقاء بين الرجل والمرأة في العبادة في المسجد. نعم. وكان النساء في العصر النبوي يحضرن إلى المسجد النبوي في الصلوات الخمس حتى. نعم. في العشاء والفجر في وقت لم تكن الطرقات فيه ممهدة ولا فيه إضاءة في الليل ولا شيء من هذا، فالمرأة كانت تذهب تصلي الفجر وتصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. سلام. وكان الجميع يدخلون من باب واحد، يعني ما يعني ليس هناك شيء للرجال وشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خصصتم هذا الباب للنساء. نعم. حتى لم يجعلها بصيغة الأمر الملزم لو، فقال ابن عمر يعني: فلم أدخل من هذا الباب بعد ذلك ولم أخرج منه، ويسمى هذا إلى اليوم في المسجد النبوي باب النساء. نعم. فكان النساء يختلطن مع الرجال في الصلاة وكذلك في الحج والعمرة، ومعروف انه المرأة في الحج والعمرة لا تنتقب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تنتقب، تلبس النقاب على وجهها او تلبس القفازين. نعم. في يديها ليكون ذلك اسهل للحركة وللتعامل. نعم. وايضا في دروس العلم كان النساء يحضرن مع الرجال في درس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم طلبنا من صلى الله عليه وسلم ان يخصص لهن يوما. نعم. غير الايام التي يشترك فيها مع الرجال، لان لهن اسئله
خاصة. نعم. فالاختلاط بالمعنى ذوبان الحدود بدون ضوابط هذا ممنوع يعني شرعا. نعم. إنما نعم. لقاء الرجل والمرأة للتباحث في أمر لشيء، سيدنا موسى القرآن ذكر لنا حينما ذهب إلى ماء مدين ورد من دونه امرأتين تذودان. نعم. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. بعدين جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما نعم. سقيت لنا. وقالت نعم. لأبيها يا أبت استأجر إن خير من يعني هذه الخلطة نعم. البريئة يعني ليس فيها يعني شيء. فضلت الدكتور هناك ضوابط معينة موضوعة هو أهم شيء في لقاء الرجل بالمرأة. أولا عدم التبرج. نعم. ألا تظهر المرأة متبرجة بزينة. نعم. لإغراء الرجل ولفت نظره وإثارة غريزته. نعم. هذا لا ينبغي للمرأة المسلمة. الأمر الثاني ألا تكون هناك خلوة. نعم. لا يختلي الرجل بالإيه بالمرأة وحدهما ويغلق عليهما باب أو شيء من هذا أو نعم. لا، إنما اللقاء في مكان مفتوح هذا مطلوب وهو مطلوب يعني للمسلمين عامة. يعني البخاري يقول لك باب سلام الرجال على النساء وسلام النساء على الرجال، عيادة الرجال للنساء وعيادة النساء للإيه للرجال. يعني هذا في البخاري نفسه. نعم. ولكن طبعا هناك بعض الآراء متشددة. نعم. ولكن هذه الآراء المتشددة لو جاز لنا أن نأخذ بها، لا يجوز لنا أن نأخذ بها في الغرب. نعم. لأنه لا يمكن للمسلمين أن يقيموا أسرة مسلمة وأن يتزوج الشاب بفتاة مسلمة وتزوج المسلمة بمسلم إلا إذا أتحنا لهم قدرا من التعارف. نعم. والتآلف. فلذلك لابد أن يحدث يعني نوع من الاختلاط بحيث يعرف الشاب الشابة أو كذا، ونعمل نوع من الأندية الاجتماعية. لا نذيب الحدود. بعض الناس قد يفهم من كلام ان احنا لا، انا ما اقول هذا، ولكن لابد. انما للاسف يعني انا من اوائل السبعينات وانا اذهب الى امريكا وبلاد الغرب. نعم. وفي اول الامر كان هناك مؤتمرات اتحاد الطلبه المسلمين MSE، وكان يلتقي فيها الرجال والنساء. احيانا النساء يكون في ناحيه وحدهن او الرجل مع ابنته وزوجته واولاده، يعني ممكن هذا. ويحضر الجميع المحاضرات. نعم. واحيانا يكون هناك كانوا يعني يطلب النساء ان يكون لهن حلقات خاصه. نعم. وجلسات خاصه. هذا نعم. من حقين. ولكن بعد ذلك وجدت التشدد غلب على المجموعه خصوصا من العرب ومن اهل الخليج بصفة عامة، وفرضوا التقاليد على المجتمع الأمريكي نفسه. يعني فعلا هذه تقاليد وليست من الإسلام. يعني هو الإسلام يعني ما قلت لك البخاري قال هذا. هناك بعض الأقوال المتشددة أخذوا بالأقوال المتشددة وتركوا الآراء الراجحة. وكان يعني الرجال والنساء كانوا يحضرون، لا في هذه الفترة أصبح الرجال لهن مكان للمحاضرات والنساء لهن مكان، الرجال لهن فندق والنساء لهن فندق. حتى أنا ذهبت في بعض المرات وكانت معي زوجتي، فخدوا زوجتي مع النساء وقلت لهم أنتم تفرقون بين المرء وزوجي. يعني يعني وأحيانا نكلف هذا، يعني في عاملين قاعة للإخوة تسع 50,000، ومع هذا استأجروا يعني ومأجرين $50,000. نعم. استأجروا للنساء قاعة أخرى $15,000 لكي لا يختلط النساء. قلت طيب لماذا يعني تفعلون هذا؟ المرأة تقابل الرجل في الجامعة. نعم. وتقابله في الأسواق وتقابله في مناسبات مختلفة، فلماذا تمنعون اللقاء في هذه المؤتمرات مع أن هذه المؤتمرات فرصة؟ نعم. لأن ربما يعني يرى شاب شابة فيسأل عنها بنت من هذه، ويفتح الله قلبه أو يشرح صدره. نعم. للقاء، فيكون من وراء هذا إن أنا نوفق رأسين في الحلال. نعم. فهذا التشدد الحقيقة
يحدث وليس له أساس. مع طبعا إذا حصل هذا اللقاء بين الرجال والنساء في ضابط الآداب الشرعية، يعني غض البصر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن، الكلام أدب الكلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أدب المشي، تمشي على استحياء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، هذه مطلوبة يعني. نعم. ولابد أن نشيع هذه. نعم. الآداب في لقاء الرجال بالنساء. فضيلة الدكتور، قضية الاختلاط حتى نغلق هذا الملف أو هذه القضية الهامة التي هي محور نقاش مستمر في المجتمعات الغربية، هل كان هناك رد فعل حينما أفتيتهم بهذا الأمر هناك بشكل إيجابي؟ والله هو طبعا القضية هي منقولة من الشرق. نعم. يعني هي المشكلة كما حكيت أكثر من مرة أن الذين يذهبون إلى الغرب يذهبون هم يحملون أفكارهم القديمة. نعم. ولا يراعون خصوصية الزمان والمكان والحال. نعم. ولذلك المتشدد يبقى متشددا ويظن نفسه انه في بلاد الخليج او في باكستان او في المملكة العربية او في اليمن، مع انه في بلاد غير البلاد. نعم. تحتاج الى نوع من التيسير والانفتاح. نعم. وهذه هي المشكلة، انه يعني اما اننا نجد اناس يعني انفتحوا انفتاحا كاملا على المجتمع ونسوا أنفسهم ونسوا. نعم. خصوصيتهم ونسوا ذاتيتهم وضاعوا. نعم. وإما أناس جمدوا أنفسهم وأغلقوا كل الأبواب فلم يستطيعوا أن يعيشوا، لأن هذا كما تأخذ السمك وتخرجه من البحر. نعم. لابد أن يموت. فأنا في الحقيقة أنكرت هذا يعني. نعم. وقلت لهم إن ده لا 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 يصلح بهذه الطريقة. وأذكر انه مرة من المرات كنا في انجلترا في مؤتمرهم السنوي. نعم. وبعدين قالوا تروح للاخوات تلقوا محاضرة، وبعدين قدمني احد الاخوة وبعد التقديم قال في اسئلة، فبعدين جاءت اسئلة مكتوبة، بعدين احدى الاخوات قامت وقالت اريد ان اسأل الشيخ سؤالا شفهيا، قال لها لا. نعم. لابد أن تسألي بورقة. نعم. قلت له أنا أخشى أن أنت لا تعطيه الورقة لأن أنت. نعم. بتختار الأسئلة. نعم. فربما يعني لا يعجبك هذا السؤال فلا تقدمه. فقلت لها قولي يعني السؤال. وبعدين قلت له يا أخي طب أنت يعني ما ضرورة وجودك هنا؟ نعم. أنا مضطر أرجع سننقل محاضرة إنما أنت ما موجود لي، المفروض إن إحدى الأخوات هي التي تقدمني. نعم. وليس أنت، وإحدى الأخوات هي التي تتلقى الأسئلة وتتولى هذا الأمر وندربهن حتى على القيادة. إنما الرجل يتحكم في شؤون النساء، حتى المحاضرة النساء الرجل هو الذي يعني يتحكم في هذا أمر لا. وفي إحدى المرات في أمريكا قلت للأخوات، هما كانوا يقولون لي المحاضرة تلقيها عند الرجال وتلقيها عند النساء. نعم. يا أخي أنا ما أنا لست ريكوردر، أنا مسجل. نعم. أنا المحاضرة هنا وراح أقولها هنا، يعني أنا إيه ما أقدرش أعيد كلامي. ولماذا لا يحضر الأخوات؟ المكان يسع. المكان يسع يعني أضعاف الأضعاف. نعم. فقالوا يعني الوضع هنا وحتى لا يحدث الاختلاط. قلت لهم يا اخي ما يحدث، خلي الاختلاط يحدث ويرى الرجال الان. وبعدين حينما ذهبت الى الاخوات قلت لهم تعالوا احضروا محاضرتي في المساء، قالوا نخشى ان يمنعونا. قلت لهم لا، قولوا لهم لا، الشيخ هو الذي قال. وفعلا مجموعه كبيره منهن يعني جاءت وحضرت، البعض خف. يعني لابد من الحقيقه من هذا. نعم. الامر حتى يعني نزيل هذا الجمود. الوسطية هي الحل في هذه القضية كلها. دكتور، هناك قضية أخرى تعتبر من القضايا الهامة أيضا في هذا الأمر وهي قضية الزواج، فكثير من الشباب يستسهل قضية تسجيل الزواج في الزواج المدني هناك ويتجهون إلى أمام المسجد ويعقد على الزوجة والزوجة دون أوراق موجودة ثبوتية
تحفظ حق الزوجة إذا حدث بينهما خلاف، وهذا يؤدي إلى مشكلات كثيرة منتشرة في الغرب الآن. فهل يجوز للمسلمين المقيمين في الغرب أن يتقيدوا أو ينظموا أنفسهم في القوانين طبق القوانين المدنية الموجودة هناك، أم يلتزموا بالنص الشرعي الذي ربما لا يحفظ حق المرأة في حالة حدوث انفصام في الطلاق لأن القانون هناك لا يعترف بذلك؟ هو أولا أحب أن أقول إن الزواج في شريعة الإسلام عقد مدني ليس عقدا كهنوتيا. نعم. يعني يمكن النصارى عندهم الزواج عقد كنسي ولازم يتم في الكنيسة ولازم. نعم. لا، الزواج ده عقد مدني يعني. نعم. يقوم على الإجاب والقبول والشهود، وبعض المذاهب حتى لا تقول بضرورة الشهود، تقول لك يكفي الإشار أن يتعالم الناس بالزواج يعني. فإذا كان يعني لابد من الزواج في، أنا أعرف أن بعض البلاد تسمح للمراكز الإسلامية أن تسجل العقد عندها ثم يسجل بعد ذلك في الجهات الرسمية. نعم. فمن عندهم هذه النتيجة هذه طيب. نعم. جمعنا بين الفضيلتين. نعم. وإذا لم يكن يسمح بهذا فنسجل الزواج مدنيا حتى تحفظ الحقوق. الحقوق. نعم. لأنه ممكن الرجل يعني يطلق المرأة ويرميها ولا انفلقي. صح. ما تستطيع أن تفعل وهذا شيئا. هذا يعني يحدث بالفعل. يعني. نعم. وكثير من الناس لا دين لهم ولا ضمير لهم للأسف، ولا يخشى. نعم. الله ولا يرحم العباد. فكيف تستطيع المرأة أن يعني تتخلص من ظلم هذا؟ يبقى لابد من التسجيل. نعم. فممكن نجمع بين الأمرين. نعم. يعني لكي تستريح الضمائر يكون الجمع أولى بين الاثنين، في المسجد أو في المركز الإسلامي مع التسجيل في الحكم نسجله مدنيا. نعم. فيه طبعا يعني محظور من هذه القضية، وإنه إذا حصل يعني طلاق الطلاق في بلاد الغرب طبعا بيجعل المرأة تأخذ نصف ثروة. نعم. الرجل، ودي قضية طبعا يعني الشرع الإسلامي لا يفعل هذا. نعم. الشرع الإسلامي قال المرأة لها يعني النفقة العدة ولها المتعة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. والمتعة دي يعني ممكن يعني تختلف فيها الأنظار والاجتهادات يعني، إنما لا يعني تأخذ المرأة نصف ما يملك الرجل، وهو بعد ذلك ممكن يحتاج إلى أن يتزوج امرأة أخرى يعني، ما يعني وقد تكون هي المتعنتة وهي التي ضايقته. فضيلة الشيخ تسمح لي نأخذ هذا الأمر، لأن أيضا في سؤال واضح. نعم. من فرنسا حول هذا الأمر، بعدما نشرك معنا طاهر الطيب من فرنسا. طاهر أهلا وسهلا والسلام. تفضل يا أخي. عليكم السلام. السلام عليكم يا أخي. عليكم السلام. أنا أقطن بفرنسا وأسكن بمنزل استأجرته، وأريد أن أشتري منزل، ولكن كما تعلمون يا أستاذ يجب علي أن أمر عبر بنك على قرض بنكي، فهل يعتبر ذلك ربا أم لا؟ أعتقد أن فضيلة الشيخ أجاب مرارا حول هذه القضية، ويمكن بإيجاز يفتيك فيها. أي هو يسأل حول الاقتراض من البنك لشراء منزل، وهذه القضية التي يعني. نعم. أجبنا عنها أكثر من مرة وليست موضوع حلقتنا هذه. نعم. أجبنا أن هذا على مذهب أبي حنيفة وجزناه للحاجة لمن. عندي سؤال من إحدى الرسائل الفاكس من بريطانيا، تسأل المشاهدة أنها يعني حدث بينها وبين زوجها طلاق، وهي تستطيع أو هي تريد أن تقاضيه حسب القانون المدني بحيث تأخذ نصف أملاكه، لكنها تقول أنها تريد فتوى في ذلك حتى تطمئن إلى أن ما أخذته منه يحل لها. لا، هي لا يحل لها أن تأخذ نصف أملاك. نعم. الذي يحل لها يعني شرعا أن تأخذ نفقة عدتها و أن تأخذ المتعة، المتاع بالمعروف هذا، والمتاع بالمعروف ده يختلف من حال إلى حال على الموسع قدره على المقتر قدره. أيضا المرأة اللي عاشت مع الرجل سنة غير التي عاشت معه 30 سنة. نعم.
يعني المرأة الشابة التي يمكن أن تتزوج بعد انتهاء عدتها، غير المرأة التي خلاص أصبحت من القواعد التي لا يرجون نكاحة، ما عاد يعني خلاص عاشت شبابها وقضت شبابها مع الرجل، نعم. ثم بعد ذلك يعني أكلها لحما ورماها عظما، هذه لابد أن تكون لها متعة كبيرة يعني جدا، وإن لم تبلغ نصف يعني في حالة حدوث الطلاق يكون أيضا وفق تعاليم الإسلام وفق ما شرع الإسلام. وهنا لابد أن يكون للمسلمين في جاليتهم يعني مجلس تحكيم أو مجلس إصلاح يرجع إليه، يعني لكي يستطيع المسلمون أن يعيشوا بإسلامهم في ديار الغربة، هذه لابد أن يكون لهم مؤسساتهم، وأن هذه المؤسسات هذا المجلس الذي يستطيع أن يفصل في هذه الأمور، ويوجب على الرجل وعليك تدفع كذا، وقل المرأة يكفيك هذا الأمر. يعني هنا دور رئيسي على المسلمين كجالية هناك. المسلمين معي كجالية. نعم. معي من بريطانيا أبا بكر علي من بريطانيا. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله عنا كل خير. بارك الله فيك. ونسأل الله أن يضع هذا البرنامج في ميزان حسناتكم جميعا. كرمك الله. وأوجه سؤالي إلى الأخ فضيلة الشيخ مولانا، وقبل السؤال أقول له يعني إنني أحبك في الله، والسؤال هو في الزيارات الاجتماعية عادة الأغلب الأسر تكون مجتمعة، يعني الأطفال والنساء والرجال مع بعض، بالنسبة للوضع الإسلامي في هذه الزيارات واللي هي باللغة السودانية نقول عليها ونسة، فهل هذه إسلامية؟ يعني الجلوس مع بعض، النقاش مع بعض، الأكل، الرجال والنساء. وجزاكم الله عنا كل خير. أجاب الدكتور عن هذا، ونأخذ الدكتور محمد شمسان من بريطانيا. أعطي لحضرتك دكتور شمسان. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للجميع. فضيلة الشيخ، بالنسبة للطلاق المدني والطلاق الشرعي في بريطانيا، هناك قضية نريد الاستفسار عنها، وهي إذا تطلقت المرأة من المحكمة البريطانية والرجل لم يكن يريد الطلاق لأنه كان متمسكا بزوجته، وعندما طلب للطلاق طلب الذهاب للنسبة للتطليق فهو وافق، ولكن اشترط أن يكتب في عقد الطلاق بأن زوجته هي التي طلبت الطلاق ليحفظ حقه الشرعي، ولكن أبوها رفض ذلك وأصر على أن يطلق من غير شروط، فرفض الزوج، وبعدها ذهب الأب إلى أحد ورفض إمام الجامع في ليفربول التطليق، فذهب الأب إلى أحد الذين يقول أنه يعلم في الدين، فطلق المرأة من زوجها بعدم حضوره وزوجها لشخص آخر، فهل يعتبر الطلاق شرعي والزواج شرعي؟ شكرا شكرا يا دكتور. من الجزيرة الشكر. شكرا. الأخ جمال أبو طالب من سويسرا. جمال. ألو. تفضل يا جمال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أخي بارك الله فيكم، وعندي سؤال بالنسبة للمسلمين المتواجدين مثلا في سويسرا. عندنا هون مشكلتنا إذا توفى الإنسان مسلم لا يوجد مقابر إسلامية، وهل يجوز أن نصلي عليه ونغسله وندفنه في مقبرة مسيحية أو في كنيسة من غير وضع صليب على القبر، هو من الأفضل أن نبعثه إلى وطنه لقبره؟ هذا هو سؤالي وبارك الله شكرا فيكم. يا جمال. فضلت الدكتور، قضية الونسة أو الخلطة بس بالطريقة السودانية، أن يجتمع الرجال والنساء والأطفال ويكون بينهم مسامرة وبينهم حديث، وهذا فضلتك تحدثت عنه فيما يتعلق بالضوابط يعني الشرعية. يعني إذا كان يعني بينهم من الأواصر كأن يكونوا أقارب أو يكونوا أصهارا، يعني الواحد يلتقي بأنسبائه وأصهاره، زوج أخته وأخو زوجته، يعني يكون في بينهم يعني روابط معينة متينة، نعم. لا مانع بالشروط التي قلناها، نعم. إنه بالمع مراعاة غض البصر وأدب القول وأدب الحركة وأدب وعدم الخلوة وعدم التبرج، هذا لا مانع منه، نعم. خصوصا في بلاد الغرب. بلاد الغرب أحوج من السودان ومن مصر وبلاد الأخرى إلى هذا النوع من الخلط. نعم. أما الأخ الدكتور شمسان وهنا أيضا عندي سؤال من إحدى المشاهدات من ألمانيا،
تسأل في نفس القضية. هو مشاهد يقول أنه لجأت زوجته أيضا إلى المحكمة لطلب الطلاق، المحكمة المدنية الألمانية، فقضت المحكمة بطلاقها دون رغبة زوجها، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟ والله إذا كان الزوج مضارا لها أو مؤذيا لها فمن حق المحكمة أن تجبره على الطلاق. يعني في عندنا مخارج، يعني إذا كان الطلاق في يد الرجل في الإسلام. نعم. طب المرأة تعمل إيه؟ يعني المرأة أمامها عدة أشياء. نعم. إذا اختلفت مع زوجها أحيانا يكون التحكيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من إيه؟ من أهلها. من أهلها. وكما جاء عن الصحابة إن شاء أن يجمع جمع وإن شاء أن يفرق فرق. نعم. وعندها القاضي، القضاء، القضاء يطلق للإعصار إذا لم ينفق عليها، يطلق للضرر أو للضرار إذا أذاها أو شيء من هذا. بس هو فضلت الدكتور هنا السؤال، إن هذه محكمة ليست إسلامية، هنا القضاء الشرعي ربما يحكم بهذا للمرأة، ولكن في الغرب المحاكم، هو هذا محور السؤال، إذا حكمت محكمة غير إسلامية بقوانين غير إسلامية لماذا تحكم بالطلاق؟ يعني للضرر الواقع على الزوجة مثلا إذا ثبت هذا. هذا منطلق شرعي، يعني إذا كان هناك ضرر على الزوجة فمن حق المحكمة أن تحكم. يعني وبعدين هو مدام يعيش في البلد، يعني يرتضي قوانينها، هو ليس لا يعيش في دار الإسلام، فهو ينضوي تحت لواء هذا البلد وهو داخل بأمان مستأمن، يعني زي ما احنا ندخل المستأمن عندنا هو عايش، ودخوله التأشيرة قبول تأشيرة الإقامة هناك معناه انه يقبل هذا. يعني اعطاهم عهدا. والقرآن يقول والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني الإنسان اللي بيعيش في حقوقه أقل من يعيش في دار الإسلام، حتى إنه الذين بيننا وبينهم ميثاق لا ننصرهم على المسلم. يعني إلى هذا الحد. فهو يعني لابد، انما هو يعني في شيء قد يختلف فيه الشرع عن المحكمه المدنيه الغربيه. نعم. ما هو هذا؟ وان المراه اذا كانت هي الراغبه في فراق الرجل يبقى اذا الخلع هنا، هنا الشرع يقول الخلع. نعم. وهنا تفدي نفسها. نعم. بانها تدفع للرجل شيء، يعني انت اللي كرهها وانا متمسك بك. نعم. خلاص يبقى هتكلفيني ان انا يعني اتزوج امراه اخرى وانفق هذا على السؤال زواج اخر. نعم. هذا ايضا من ابراهيم الشعلان من السويد يسال في هذا الامر. نعم. ان الزوجه هي التي تريد الطلاق منه، هو من السويد وايضا عنده نفس المشكله، يقول ان الزوجه هي التي تريد الطلاق وانها لجأت للمحكمه السويديه وحصلت على حكم الانفصال حسب قانون الاحوال الشخصيه السويدي في هذه الدوله، واستولت على جميع اساس المنزل وحتى اغراضه الشخصيه. فهل القضيه، يقول ان القضيه هنا هي قضيه خلع صارت وليست قضيه طلاق زي ما فضلتك بتقول. هو خلع هنا، وهنا المراه هي اللي عليها تدفع مش تاخد. نعم. يعني لان هي الكارهه للرجل، فهي المفروض الكارهة تتخلص منه بأي شيء، وتقول القرآن جعل ده نوع من الافتداء، تفدي نفسها تقول له روح في ده، يا أنا مش ما أريد أن أعيش معك وخذ اللي أنا زي ما كان وسلم أنت أعطيتها، قال له أعطيتها حديقة، قال لها يعني ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة. يعني فهذا هو المطلوب. فالمفروض أنه في الأشياء التي تخالف فيها القوانين المدنية الأحكام الشرعية المسلمون يحكمون الشرع في هذه. نعم. الأشياء يعني تصبح هنا القضية قضية خلع وليست. نعم. قضية طلاق. آه. معي عبد الرحيم عبد الله من البحرين. عبد الرحيم السلام عليكم. عليكم السلام. في سؤال وجه إلي، طبعا ما أعرف إجابته، أن بالنسبة للطلاق في الغرب المرأة تأخذ نصف أملاك الرجل. نعم. بينما في الإسلام المرأة بعد الطلاق لا تحصل إلا على العدة والنفقة فقط. نعم. فالسؤال كان إن إذا واحد يعني عاش مع زوجته 30-40-50 سنة. نعم. بعد 50 سنة شاف واحدة شابة صغيرة وأراد يتزوج منها وطلق اللي عاشت معها 50 سنة، فهي عاشت 50 سنة ما اشتغلت، يعني كان بإمكانها تشتغل يعني في أي مؤسسة أو أي مكان. نعم. لكن ما اشتغلت، يعني كانت تخدم في البيت مع زوجها، فالزوج كون ثروة كبيرة في طول هالمدة 50 سنة
وبعدين طلق هذه وما اعطاها اي شيء. فيعني احنا ما نبي النظام الغربي اللي يعطيه نص، لكن اليس يعني السؤال يقول اليس هنا نوع من الظلم يعني بعد عيشه 50 سنه لا تحصل على اي شيء وكل شيء يروح حق الزوجه الجديده؟ فضيله الدكتور تحدث في هذا الامر تماما بالشك يعني قبل دقيقه واحده، وقال ان مده الزواج تحدد قيمه نفقه المتعه التي تاخذها المراه بالمعروف متاعا. نعم. بالمعروف. نعم. وانا قلت اللي عاش مع المراه عده اشهر ولا غير اللي عاش معها 20 سنه 30 سنه 50 سنه كما يقول الاخ. نعم. هذه متعتها تكون كبيره جدا، والقضاء الشرعي المفروض ينظر الى هذه القضايا، لان ليس متاعا بالمعروف انك تديها 500 ريال ولا 2000 ريال هذه لا، لابد ان يكون لها حظ حتى تستطيع ان تعيش بقيه حياتها وقد شاقت مع الرجل. نعم. معي من ايطاليا من ايطاليا الاخ الحاج ابن الحاج. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه أخي الكريم. تفضل يا أخي. أحب من فضيلة الشيخ يوسف القرداوي أن يوضح إلي أمر هام بيني وبين الزوجة. تفضل. فمشكلتنا الزوجة تحب الشغل. أيوة. يعني خارج البيت. نعم. وأنا لا أمنعها إلا أن يكون مخالفا شرع الله. نعم. فهذا الشغل هو في مطعم، والمطعم يعني هو نظافة بعض الأواني للأكل. نعم. والأواني توضع فيها ربما لحم خنزير أو لحم معروف أن اللحم البقري ولحم الغنم، ولكن نعم. هناك حتى لحم الخنزير معروف. نعم. بالخارج هذا يعني. نعم. فهل إذا نظفت هذه الأواني جائز لها شرعا؟ والله أعلم يعني فضيلة الشيخي. هي بتعمل ايه؟ فضيلة الدكتور هذا السؤال أيضا جاءني من مجموعة من المسلمين يعملون في السويد، يقولون أنهم يعملون في المطاعم في تنظيف الأواني، وبعض هذه الأواني التي ينظفونها تكون مكانها أيضا خمور، أو يضطرون هم لا يقدمون الخمور للناس ولا يتعاملون في الخمور وإنما في التنظيف، أحيانا التنظيف يقومون به للخمور أو يضطروا إلى حمل زجاجات الخمور الفارغة لرميها عفوا في الزبالة أو في غيرها، فهل يجوز لهم العمل في هذا؟ هو أيضا زوجته يقول أنها تعمل في مطعم يقدم الخمور، وأحيانا بعض الأواني التي تغسلها تكون في ذلك. هي لا تقدم الخمر. نعم. يعني هي لا تشرب الخمر ولا تعصرها ولا تعتصرها ولا تحملها ولا تسقيها، ولا يعني العشرة الذين لعنوا في الخمر ليست واحدة منهم. نعم. إنما مهمتها تنظف الأواني، وهذا أمر، والأواني طبعا أكثرها ليس بالخمر، أكثرها المطهيات والشيء نعم. زي كده، والقليل منها للخمر، أن وهي على كل حال بتنظف بتطهر. نعم. يعني فهذا موضوع يعني لا يوجد فيه، قد يوجد فيه شبهة خفيفة، ولكن للحاجة إلى المعيشة أو رفع مستوى المعيشة. نعم. يعني لا 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 مانع منه. ابن الحاج استمعت إلى الإجابة، هل لديك مداخلة مع فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أولا أنا الزوجة المطعم التي تشتغل فيه هي أولا الأواني للسواقي الخمر هي لا تشتغل فيه بتة، لا تشتغل في أواني الخمر. نعم. إنما اعتزلت فقط تخصصت في أواني الطعام الأكل. هذا ما أفتى به الشيخ. اللحم. هي بتنظف يا أخي، بتنظف ما لهاش دعوة بالتقديم، هي بتنظف الأطباق ولا علاقة لها، ما ليس عليها أن تبحث هذه الآنية كانت فيها خنزير ولا كان فيها خروف ولا كان فيها سمك، ولا ليس عليها أن تبحث عن أصلها، مهمتها بتجيب المية والصابون والبتاع وتنظفها، ما عليها شيء في هذا. عندي أم عادل من ألمانيا تقول أن ابنتها تزوجت منذ 5 أشهر وحصل خلاف بينها وبين زوجها أدى إلى طلاق بائن، وهي الآن حامل في شهرها الرابع. السؤال بالتحديد، هل يصح طلاق المرأة وهي حامل؟ هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، هل يجوز لها أن تجهض لأنها ستواجه مشكلات كثيرة بعد الحمل بعد الولادة وكذا، كون أنها لازالت صغيرة وزوجها طلقها؟ كم في الرابع، في شهرها الرابع. نعم. أما الطلاق الحامل إذا كان مستبينا حملها فطلاقها واقع بالإجماع، لأن طلاق المرأة إذا كان حملها واضح يعني معروف أنها حامل
فهذا هو الطلاق السني، لأن الطلاق السني أن يطلق امرأته طاهرا لم يمسها في بعد الدورة، أو تكون حاملا مستبينا حملها. فهذه يعني إذا كان حملها مستبينا وواضحا للزوج فهذا الطلاق لا حرج فيه. إنما إذا لم يكن يعرف أنها حامل وبعدين بعد ما طلقها عرف أنها حامل فهذا هو الطلاق البدعي. الطلاق البدعي واقع على المذاهب الأربعة، ولكن هناك بعض السلف يقولون هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق غير مأذون فيه وغير شرعي ومبتدع، وكل بدعة ضلالة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود على صاحبه. فهذا إذا يجوز الأخذ به، يجوز الأخذ به. الآن فضلت الدكتور بالنسبة للإجهاض، بالنسبة للإجهاض الإجهاض ده لا يجوز، لا يجوز يعني خصوصا بعد الأربعين. يمكن لو قبل الأربعين فيه شيء يعني، إنما بعد الأربعين وفي الشهر الرابع ده مخلوق أصبح يعني. ده هو يعني بعض الإخوان من العلماء والأطباء يقولون إن بمجرد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة أصبح هناك مشروع إنسان، فكل إجهاض هو اعتداء على هذا الإنسان، فما بالك بعد الأربعين، ما بالك بالشهر الرابع، هذا لا يجوز. تترك الأمور لله وتعتمد على الله إن شاء الله. مع الأخ إبراهيم من المغرب. إبراهيم، إبراهيم الخلفي، تفضل يا إبراهيم. عليكم السلام. بادئ لي بدء أقول للشيخ القرضاوي إننا نحبك في الله، أحبك الله، أعلم علم اليقين أن المغاربة يحبون الشيخ القرضاوي بفتاواه يعني الوسطية التي تنهج المنهج الوسطي، والذي أصبح محببا عند جميع المسلمين. ويعني مداخلتي هي أولا أنا مأذون شرعي، نعم، كما تقولون في الشرق، ونحن في المغرب نقول عدل، وترد علينا بعض العقود، عقود طلاق من أوروبا، نعم، ومن طرف المحاكم الغربية. فهل هذه الطلاقات سواء كانت بين طرفين مسلمين أو بين طرف مسلم وآخر يعني مسيحي، فهذه تعتبر طلقات شرعية يعتمد عليها ويعتبر الطلاق شرعيا أم لا؟ ثانيا أحب كذلك أن تخصص يعني حلقات للأسرة في العالم العربي والإسلامي، فما أحوجنا إلى مناقشة مشاكل الأسرة كذلك في عالمنا العربي والإسلامي. وأشكر المقيمين على البرنامج، أحمد منصور. شكرا يا أخ إبراهيم. الأخ أبو دومة حنوس من الدنمارك. أبو دومة، أنا تفضل يا سيدي. أحكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع مين عم بحكي؟ مع الشيخ. تفضل يا سيدي، تفضل. بدي أسأل سؤال يا شيخ للكرداوي. تفضل. عندي سؤال بالدنمارك، يا المرأة والزلم يعملوا فصل، عرفت؟ ايه. عفوا يا أبو دومة، عيد لنا السؤال إيه؟ بوضوح وبسرعة لو سمحت. السلام عليكم. طيب وقف في لا 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 لا. الأخ حسين السيد من بريطانيا. حسين، السلام عليكم. عليكم السلام يا أخي. نحن هنا نعيش في بريطانيا، طبعا تعرفوا أنتوا تسمعوا عن مواضيع الآباء كيف بيعتدوا على بناتهم، والأخ بيعتدوا على أخته من المجتمع يعني الغير مسلم، ويعني ولسوء الحظ في بعض الأشياء صارت يعني في بالعائلات المسلمة. فعندنا هون الشيوخ والعلماء طلعوا كتاب وفتوى قالوا فيه أنه لا يجوز للأب أنه يجلس مع بنته بدون وجود الزوجة الأم. فيعني هذا طبعا ما أعرف أنا يعني إذا ممكن الشيخ الدكتور يوسف يعني يوضح لنا شوي عن هذا، هل يجوز يعني الواحد أنه ما يعني. شكرا يا حسين، يعني واضح السؤال. شكرا يا حسين، شكرا. نعم؟ لك شكرا لك. سؤالك واضح. إيه السؤال وبيقول إيه؟ فضيلة الشيخ هو يقول أنه بتحدث في أوروبا وفي الغرب أن يعتدي الرجل على ابنته أو تعتدي الأم أحيانا على ابنها، يقوم بينهم يعني زنا والعياذ بالله. يقول إن هذا الأمر أيضا وقع للأسف ما بين بعض الأسر المسلمة كما يقول.
فهذا جعل بعض الشيوخ يفتون بألا يجلس الزوج مع ابنته إلا في حضور الزوجة، يعني لا يختل الرجل أو لا يجلس مع ابنته الأب مع نعم الأب هذا يعني هذا تغيير لأحكام الله، يعني هذه نعم المفروض الأب هو يعني مؤتمن على ابنته ويحميها بنفسه وبكل ما يملك، وجود شذوذ هذا العلماء يقولون النادر لا حكم له، نعم. فكيف الأمر الشاذ يعني هذه لا نعم. تقام عليها يعني أحكام. الأخ إبراهيم الخلفي من المغرب كان يسأل يقول هو مأذون شرعي وتأتي بعض العقود الطلاق من أوروبا وقعت هناك من المحاكم وغيرها، وهو مقيم في المغرب من المغاربة المقيمين هناك، نعم. فيقول هل يعتد بهذه وتعتبر واقعة شرعا أم لابد أن يتم الطلاق بشكل شرعي؟ وحضرتك تحدثت في هذا ولكن نجمل له الإجابة. يعني أقول للأخ إبراهيم يعني ويقول نحبك في الله، ومن السنة أن نقول له أحبك الذي أحببتنا من أجله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، ونقول إذا كانت هذه الطلاقات يعني مستوفية شرائطها، يعني بمعنى إن المرأة وقع عليها ضرر والمحكمة يعني حكمت بطلاق المرأة كما أشرنا من قبل، مفروض توقع هذه الطلاقات، لأن المسلم مدام يعيش هناك لابد أن يرتضي أحكام تلك البلاد ومحاكمها، وهو بيحتكم إليها في معاملاته، إذا اعتدى عليه أحد أو عمل كذا بيلجأ إلى هذه المحكمة، فما دام الأمر غير خارج، احنا رفضنا قضية مثلا نصف الأملاك هذه لأنها نعم. يعني الشرع لا يجيزها، إنما إذا حكم الشرع لطلاق المرأة من الرجل يجب أن ننفذ هذا ونجيزه. فضلت الدكتور معي أم أحمد من ألمانيا. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال حول مسألة العقد الشرعي، نعم. يعني الشيخ تعرض دكتور حضرة الدكتور القرضاوي تعرض لمسألة العقد الشرعي، لكن الأخت لما قدمت هذا السؤال لم تعطي توضيحات كافية للإفتاء في هذه المسألة. الكثير من الناس هنا يعتمدون العقد الشرعي تعقد يعني فيه من اليسر ما يجعلهم يلتزمون بسهولة ويتخلصون منه بسهولة. هناك مثلا بعض الناس الذين يعني يعددون بالعقد الشرعي ثم لو يعني حصلت مشاكل وكذا بسهولة أنهم يطلقوا. نعم. هناك من يتزوج الكتابية والشيخ له فتوى في مسألة الكتابية، يعني في الحالات التي لا يجوز الزواج بالكتابية، نعم. يعني التي لا تلتزم بدينها أو شيء من هذا القبيل، هو سيتعرض إن شاء الله لذلك، نعم. ثم مسألة التعدد أيضا لو تحصري سؤالك، نعم. يا أم أحمد، لأن كثير من الحالات أنا أريد أن يعني الحالات فعلا يعني متعرضين لها في مراكز إسلامية، يعني نعرفهم بأشخاصهم، يعني الناس هناك من إجراءات الطلاق لم تتم بعد من زواجها الأول وتريد أن تتزوج بالعقد الشرعي زواج ثاني، وتعرف أنه في البلدان الغربية يعني يمكن أن تقول هذا صديقي وليس بزوجي الثاني، نعم. هناك حالات أخرى، يعني حالة أخرى أنه امرأة أرملة تريد أن تبقي على أو أبقت على اسم زوجها الأول للتمتع بجراء التقاعد، وتزوجت زواج ثاني بعقد شرعي، وهي تعرف أن لو يعني السلطات الألمانية عرفت بزواجها هذا فيعني تحرمها من هذه الجراية، نعم نعم. باعتبار القوامة للزوج الثاني وليس، نعم. نعم. فهذه حالات يعني كثيرة، العقد الشرعي يعني ليس له سلطة على والمراكز الإسلامية ليست لها سلطة. وفضلت الدكتور نعم. قال لابد إذا اجتمع الاثنان يكونوا أفضل، بحيث العقد الشرعي يتم، نعم هو أفضل، وفي صورة لم يجتمع الاثنان يعني ما هو موقف الشرع في حالات مثل هذه؟ ليس هناك أي حفظ لحقوق المرأة. نعم شكرا يا محمد. والمرأة لا تعرف هذه، ليست واعية شكرا لك يعني بالمسؤولية هذه في العقد. تقول الآن أن في حالات كثيرة بيبقى العقد الشرعي فقط، يعني لا يتم أحيانا حتى يتم التسجيل في العقد المدني لكن إجراءات الطلاق لا تتم مدنيا، يتم الطلاق شرعيا، وتريد المرأة أن تتزوج وهي مسجلة رسميا على رجل آخر بحيث أن القانون يسمح لها أن تقول أن هذا رفيقي أو عشيقي أو كذا. هذا لا يجوز، احنا قلنا أنه أخذ ما ليس بحق هذا لا يجوز. إن واحدة مثلا
يعني تظل تعمل نفسها يعني مطلقة وتأخذ حق المطلقة وهي ليست مطلقة، يعني هذا كلام يعني الحقيقة لا يجوز. احنا قلنا انه الاسلام لا يفرق يعني في مسائل الاخلاق بين حالة، والاخلاق لا تتجزأ في الاسلام، والحرام حرام على الجميع والحلال، والذين يستحلون اموال الناس هناك غير عاطل وياخذ يعني مساعدة البطالة، وتكون هي غير مطلقة وتأخذ يعني هذا لا يحل، معونة لا يحل بهذا. وما ذكرته الأخت بالنسبة للزواج الكتابية أن طبعا لي فتوى مطولة في في هذه فضيلة الشيخ، سنتعرض لها في الحلقة القادمة لأن هذه قضية مهمة. وهنا عندي واحد متزوج بفرنسية، الأخ قدور حسين من باريس، يقول أن مشكلته يعني يقول زوجته مطيعة له ولكن أبويها يقيمين معهم في البيت، المشكلة أن الأبوين يشربون الخمور، ويقول يعني ماذا يفعل؟ هل يمكن أن يصلي في بيت فيه خمور لأن الأبوين أبوين الزوجة؟ هي الزوجة لا تشرب لكن أبويها يشربون، والأمر مسبب له مشاكل، وصلت إلى حد أن ينفصل عن زوجته لكنه لا يريد، هل يصلي في بيت فيه خمر؟ يصلي طبعا، يعني إذا هل هو بيته هو ولا بيتهم؟ يعني هو لم يذكر لي هنا بيت من؟ يقول من منزلي من رغم وجود البيت، يعني من الذي يعني يملك السلطة في البيت؟ إذا هو كان هو بيته، ويقول ان امها وابوها ياتون كضيوف في البيت ويريدون ان يشربوا الخمر عنده. يعني على كل حال حتى لو شربوا الخمر عنده لا يمنع هذا ان يصلي الصلاه، لا يوجد يعني مانع يمنعه ابدا، لا عذر لترك الصلاه اطلاقا. فحتى لو يعني ومن أين يأتون بالخمر معهم؟ أو يعني هو الذي يشتري لهم أو أمه أو هي زوجته التي تشتري لأبويها؟ لا المفروض لا، يعني المفروض المسلم لا يشرب الخمر ولا يقدمها. بقي عندنا دقيقة، وعندي أحد الإخوة من باريس أيضا يسأل، يقول أن زوجته يعني عقيم لا تنجب، ويقول أن المشكلة الآن هو أن تتبرع لها إحدى أخواتها ببويضة حتى تحمل، فهل يجوز ذلك أم لا؟ هذه قضية يعني تحتاج إلى يعني تفصيل واسع. تفصيل طبعا لا يجوز هذا، يعني إنما يعني لعلنا نعالجها في الحلقة القادمة، أنه لا يجوز يعني طرف ثالث، لا بويضة من أخرى ولا رحم من أخرى ولا حيوان منوي من غير الزوج، أي طرف ثالث بين الزوجين لا يجوز. فضلت الدكتور، أنا بقي عندي أكثر من 30 سؤالا، وأيضا المحاور الأصلية لنا أيضا لم نأخذ كثيرا منها، وانتهى وقت البرنامج، فسوف نضطر إلى أن تكون الحلقة القادمة في الموضوع أيضا. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي. في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل نفس الموضوع، فقه الأسرة المسلمة في الغرب. حتى ذلك الحين أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.